شاء الله هنعمل مع بعض تحلية تحفة وبمقادير اقتصادية جدا متوفرة عندنا كلنا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض تحلية تحفة بطريقة سهلة جدا وبمكونات متوفرة عندنا كلنا. المكونات اللي معايا 3 حبات تفاح بلدي، أنا مستخدمة 3 حبات صغيرين، ممكن تستخدمي حبيتين تفاح أحمر كبار، معلقتين كبار سكر، معلقة كبيرة قرفة ناعمة، كوباية دقيق عليها رشة ملح، كوباية وربع مية. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب طبق أو بولة وهنزل كوباية دقيق عليها رشة ملح، بسم الله، وهنزل عليها بكوباية وربع مية، بسم الله، هقلب بالمعلقة، مش محتاجة ولا مضرب ولا خلاط. هقلب الخليط كويس جدا لحد ما يختفي اي تكتلات من الدقيق. خلاص قلبت الميه والدقيق كويس جدا لحد ما اختفت اي تكتلات في الدقيق، والقوام بقى معايا ولا خفيف ولا تقيل. عجينه كريب بدون حليب ولا بيض. هخلي العجينه على جنب وهنقطع مع بعض التفاح. بسم الله. هنقطع مع بعض التفاح. معايا 3 حبات تفاح بلدي، ممكن تستخدموا تفاح احمر بس هتستخدموا حبايتين كبار او حباية كبيرة. بسم الله. هقطع التفاح لمكعبات صغيرة جدا، مش هقشره، هشيل بس القلب بتاعه. التفاح البلدي فايدته في القشرة. قطع صغيرة بالمنظر ده. خلاص قطعت التفاح لقطع صغيرة، دلوقتي هنروح على عين البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه. بسم الله. حطيت طاسة على عين البوتاجاز وحطيت فيها معلقة كبيرة سمنة. عندك زبدة هتستخدميها، ما عندكيش زبدة هتستخدمي السمنة زي كده. معلقة السمنة تسيح، هنزل على طول بالتفاح اللي قطعته. خلاص معلقة السمنة ساحت، هنزل بالتفاح اللي قطعته. بسم الله. وهنزل عليه بمعلقتين كبار سكر ومعلقة كبيرة قرفة ناعمة. هقلب كويس جدا القرفة والسكر مع التفاح. وهسيب التفاح على النار لحد ما يستوى ويتهرى خالص. النار وسط ولا هادية ولا عالية. تمام كده، هسيبه على النار لحد ما يستوى وبقلبه من وقت للتاني عشان ما يتلسعش. خلاص التفاح استوى كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين، والسكر بقى كراميل حلو قوي كده. هطفي عليه وهفضيه في طبق واسيبه يبرد.
هنعمل مع بعض الكريب لحد ما التفاح يبرد. حطيت طاسة على عين البوتاجاز ومسحتها بمسحة خفيفة بالزيت. الطاسة تسخن، هنزل على طول بمغرفة من عجينة الكريب اللي عملناه. بسم الله، بفرد العجينة. شايفين الجمال؟ هسيبها لحد ما تنشف خالص من على الوش ده، وبعدين هقلبها على الوش التاني. شايفين الجمال؟ الكريب نشف على الوش الأول، هقلبه على الوش التاني بمنتهى السهولة. اهو شايفين العجينة حلوة جدا. هسيبها لحد ما تنشف وتاخد لون على الوش التاني. خلاص تمام كده، العجينة نشفت على الوش التاني اهو. هفضل معاها على الوشين لحد ما تاخد لون حاجة خفيفة. شايفين الجمال؟ ابتدى ياخد لون معايا. تمام كده خلاص، شايفين الجمال؟ هطلعه هعمل معاكو واحد كمان. بسم الله، الطاسة سخنة، هنزل بمغرفة كريب. طبعا المغرفة بتاعتي صغيرة عشان كده. بسيبه ينشف خالص على الوش اللي فوق، وبعدين بقلبه على الوش اللي تحت. شايفين جمال رغيف الكريب؟ نشف على الوش الأول، هقلبه على الوش التاني. هسيبه ياخد لون. خلاص هقلبه على الوش التاني عشان ياخد لون. شايفين الجمال؟ تمام كده، هطلعه وهكمل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة. خلاص خلصت كمية الكريب اللي معايا، عطاني 5 كريبات الحجم الوسط، كنت بغطيه عشان يفضل طري معايا. شايفين؟ شايفين رغيف الكريب طري ازاي؟ دلوقتي هحشيه بحشوة التفاح بالقرفة. حشوة التفاح بردت، هحشي الكريب وهلفه، مش هحشيه على الآخر. خلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي الكريب بعد ما حشيته، شايفين شكله جميل ويفتح النفس ازاي؟ ممكن تزينه بصوص الشوكولاتة، انا هزينه بالسكر البودر. هرش عليه سكر بودر. شايفين جمال تحلية النهاردة بعد ما خلصت ورشيت عليها السكر البودر؟ شكلها جميل ويفتح النفس ازاي؟ هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة تحلية النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.